وعن هذه المناسبة الوطنية السعيدة ينضم إلينا هاتفيا سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد. بداية سمو السيد فيصل، نبارك لعمان حكومة وشعب ذكرى اليوم الوطني العماني. ومن الجميل في هذه المناسبة صاحب السمو يعني التقليب في صفحات التاريخ وما يربط بين المملكة وعمان، حكومتين وشعبين شقيقين من يعني أواصر الإخاء والمصير المشترك والذي لمسناه خلال حقب تاريخية عاشها البلدان الشقيقين. كيف ترى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. كل الشكر والتقدير لقناة الإخبارية لإتاحة هذه الفرصة لي شخصيا وللحدث، وهو طبعا احتفال سلطنة عمان بالعيد الوطني 54 اليوم الوطني. طبعا مثل ما ذكرت في المقدمة وفي معبر حديثكم، علاقات متجذرة، علاقات تمتد لسنوات طويلة، وكذلك هناك اهتمام كبير على أصعدة كثيرة، ولعل الشأن الاقتصادي يأخذ حيز كبير في هذا التعاون. وهناك طبعا لا يخفى على الجميع التنسيق القائم بشكل كبير على المستوى الثنائي، وهذا يدفع كذلك بمسيرة الوحدة والتكامل الخليجي بلا شك. نعم سيد فيصل، فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين والتي يعني أسست لهذه العلاقة وعمقتها، يعني من خلال التأمل في السرد التاريخي لتلك العلاقتين، عام 1971 زيارة الملك فيصل للسلطان قابوس، بعد ذلك يعني بمراحل زيارة السيد السلطان هيثم الخارجية كانت الأولى إلى المملكة عام 2021، تبع ذلك أيضا زيارة لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لأخيه السلطان هيثم عام 2023. كيف نسجت تلك الزيارات هذه العلاقة ووسعت إطارها اقتصاديا وسياسيا ومن خلال المصير المشترك للشعبين والقيادتين؟ بلا شك، وكذلك أحب أني أنتهز هذه الفرصة لأرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظ الله ورعاه، وإلى الشعب العماني أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية. هذه الزيارات الله يسلمك أسست وكانت ولا زالت وسوف تستمر في تأسيس العلاقات والأولويات التي تحددها الظروف، سواء كانت الظروف السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية، سواء كانت تلك في صعيدها الخليجي أو الثنائي. هذه الزيارات على مستوى القادة حفظهم الله ورعاهم تؤكد على أهمية هذا التواصل، وتتبع هذه الزيارات كل ما من شأنه التواصل بين اللجان ذات التخصص والمجالس كذلك المعنية بالتأكيد على الأولويات في هذه المسيرة. وهناك طبعا أولويات أولوتها القيادتان بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتحديدا في الشأن الاقتصادي، لما لهذا الشأن هواجس كثيرة وتطلعات كثيرة على مستوى دول المنطقة، لما تشهده المنطقة طبعا من تحديات على الصعيد السياسي والاقتصادي. هذه الزيارات تؤكد وباستمرار على أهمية الحراك على كل المستويات، وأهمية العمل المكثف على مستوى اللجان والفرق سواء الوزارية أو غيرها. شهدت مثلا العام هذا تقريبا أكثر من 70 وفد رسمي بين من سلطنة عمان المملكة العربية السعودية، وكذلك هناك وفود كثيرة قامت بزيارة سلطنة عمان للوقوف على الأولويات التي تم تحديدها. ومما جدير بالذكر كذلك دور مجلس التنسيق السعودي العماني، بإذن الله قبل نهاية هذا العام راح يتم كذلك الاجتماع الثاني اللي راح نستضيفه بإذن الله، تستضيف المملكة العربية السعودية، وهو كذلك يعتبر الاستعراض لخلاصة ما تم الاتفاق عليه من خطط وبرامج لهذا العام، ومتطلعين كذلك للعام القادم لوضع الأولويات بإذن الله تعالى. جميل. سمو سيد فيصل، يعني من خلال ما ذكرت من الزيارات المتبادلة والتي كانت يعني في الآونة الأخيرة بلغت أرقام عالية جدا، خرجت بمجلس تنسيق سعودي عماني رفيع المستوى، كيف ترى دور هذا المجلس في يعني تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين البلدين؟ مما لا شك فيه، طبعا نموذج مجالس التنسيق وهذا النموذج طبعا اللي تنتهج المملكة العربية السعودية
أنا أعتقد هو من النماذج اللي هي مهمة جدا، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل الحراك الثنائي بين البلدين. إذا نأخذ على سبيل المثال تجربة المجلس التنسيق السعودي العماني، بالنسبة لسلطنة عمان طبعا هذه التجربة الأولى مع المملكة العربية السعودية، كانت باكورة البداية العام الماضي، وكانت المرحلة الأولى هي تأسيس اللجان المعنية بتغطية كافة الشؤون سواء الأمنية الدفاعية أو الثقافية أو المعرفية في شتى الجوانب. هذا العام كذلك راح يكون إن شاء الله الاجتماع الثاني، وتعتبر اجتماعات مجلس التنسيق مهمة جدا. طبعا اللجان المكملة لهذا الحراك تؤسس على تفعيل ما تم الاتفاق عليه. يأتي اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني للوقوف على كل ما تم إنجازه خلال العام، وما لم يتم إنجازه طبعا الوقوف على ما هي كانت التحديات اللي مثلا حالت دون تحقيق الأهداف تلك. أعتقد تجربة المجلس التنسيق بشكل عام أو مجالس التنسيق اللي هو النهج اللي تنتهجه المملكة العربية السعودية يعتبر عامل فاعل ومهم جدا لضمان تحقيق ما يتوقعه ويتطلع له القادة، وكذلك في رسم هذه العلاقات المهمة. وأرجع مرة ثانية وأكرر، وتحديدا في الشأن الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بشكل عام. سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مرة أخرى نبارك لكم اليوم الوطني العماني وشكرا جزيلا لك.